بعض العامة إذا أنكر عليها الاختلاط أو مصافحة بعض قريبات غير المحارم، يورد شبهة يقول لو أن زوجة جاري كانت مريضة، هل أترك جاري غائب وليس عنده محارم، هل أتركها كذا؟ يعني ما أخذها الطبيب كذا. يعني لا شك أن الاختلاط بالنساء ومصافحتهن وهن من غير المحارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به مع أمن الفتنة. نعم، إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم.